التجارة الإلكترونية في الجزائر، هل تنهيها الرسوم الجديدة على سلع مستوردة؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الجزائر بسبب رسوم جديدة فرضتها الحكومة الجزائرية بقانون المالية 2022 على عمليات الشراء للمنتجات عبر الفضاءات التجارية الإلكترونية الأجنبية. ومن جهتها راسلت المديرية العامة للجمارك في الجزائر مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022 تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية. وبحسب المديرية فإن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر ب 133.05%، وهي نفس النسبة المطلقة على أجهزة اللوح الإلكتروني، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22%. هاشتاغ خليني نشري، وتصدر وسم خليني نشري مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، طالب من خلاله مستخدمون الحكومة الجزائرية بتعليقه وإعادة النظر فيه. وكما قال بولحيا عبد الكريم، قانون المالية لسنة 2022 إجحاف للتجارة الإلكترونية في الجزائر تحت هاشتاغ خليني نشري. وتحدث مغردون عن نسبة الضريبة المضافة والتي بنظرهم توازي أجرا شهريا لعامل في أوروبا. وكما قال جمال بوطايا، تخيل أن تشتري شيئا ما، جهاز أو مشابه في الجزائر مقابل $1000، مع العلم أن هناك من يشتري معدات طبية هو بأمس الحاجة إليها إلى آخره. هل تعلم بأن ضريبة الشراء مقابل $1000 في الجزائر هي بالتحديد $1330، أي أجر شهري لعامل في أوروبا؟ واعتبر كثيرون أن الضريبة الجديدة تهدف للحفاظ على رجال الأعمال ولا تصب في مصلحة المواطن. وكما قال المختار عماد، ضريبة تهدف للحفاظ على رجال الأعمال انتع نفخ العجلات، الشاب مجرد قطيع عند الطبقة العليا، خلونا نشرو مناش كوريا الشمالية. وطالب مغردون البرلمان والنواب بالتحرك لتعدل الحكومة عن قرارها، مؤكدين أن هذا القرار سيفتح أبواب الرشوة على حد قولهم. وكما قال بن عباس إلياد، عيب عليكم في زمن البترول والغاز $90، يمنع الشراء من الانترنت بضرائب مجنونة على الجزائريين، يسي الوزير الأول راح تعمروا الخزينة بدراهمنا؟ سؤال قد قام بطرحه، أنتم سبب اللي خليتوا كل الناس تكره البلاد وحابة تهاجر، الأورو ليس من خزينة الدولة، البنك الذي نستعمله أوروبي والمنتج غير جزائري. وقال أيضا، وين البرلمان والنواب اللي دافعوا على الشعب وقت الصح؟ للنواب للقنوات تحدث على هذا القرار الغبي، قرار لصارح البارونات ضد المواطن الضعيف الغبي الذي سطر هذا القرار ضد المواطن الضعيف الغبي الذي سطر هذا القرار يجب أن يعلم أن كثرة الضرائب تقتل الضرائب، وهذا القرار سيفتح أبواب الرشوة والطرق الملتوية من جهات أخرى. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله الخبير الاقتصادي عبد الرحيم عبد اللاوي خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تعليقا على موضوع الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة بقانون المالية 2022. وقال اللاوي، حسب القراءة الأولية في مضمون المواد 136 137 138 من قانون المالية 2022 المحددة لكيفية الشراء عبر المنصات التجارية الإلكترونية الأجنبية والرسوم المترتبة عنها، فإن المستهلك الجزائري سيضطر إلى التعامل مع أسعار أعلى لسلع قد تكون أقل جودة وبكميات أقل،
بسبب الأضرار التي ستلحقها تلك المواد على أحد طرق التسوق المستعملة حاليا، مبرزا أنها شكلت قناة تسمح لهم بالحصول على منتجات تتسمم بالندرة أو غير موجودة أصلا في السوق المحلية، مما سينجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء ذلك. وأضاف على المخترعين الأطباء والباحثين وغيرهم تحمل أعباء إضافية على معدات وكتبهم بحاجة لها في مزاولة نشاطهم، بدل شرائها مباشرة من مواقع الأنترنت بتسعيرة مناسبة، وعلى صاحب الطرد تحمل عناء السفر لدفع ضريبة تصل إلى 160%. واعتبر اللاوي أن هذه المواد من قانون المالية ستعمل على عرقلة ديناميكية التحول الرقمي للمجتمع، وتتسبب في إحداث عراقيل تحد من توجه الشباب نحو الاستفادة من تطبيقات اقتصاد المعرفة، وذلك بتثبيت توجههم نحو التجارة الإلكترونية. قانون المالية 2022، وبحسب وسائل إعلام محلية تنص المادة 123 على أنه تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه تطبق أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من قانون الجمارك لتحديد قيمة البضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع. أما المادة 128 فأضافت عبارة عرضية إلى المادة 2013 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضائع التي تقبل جمركتها مع إعفائها من الرسوم، وصارت الصياغة كما يلي: الإرساليات التي تصل عرضيا إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع الذي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به. وتتحدث المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر البريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع إلى رسم جزفي تتراوح معدلته ما بين 70% إلى 160% حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج. بين قوسين، البضائع والمنتجات مقسمة إلى تعريفات جمركية. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ما رأيكم في هذا القانون الضرائب الجديد في الجزائر؟ قوموا بالتعليق أسفل هذا الفيديو ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في هذه القناة كي يصلكم كل جديد. نلتقي في فيديو آخر. سلام.